التوراة سفر المزامير المزمور 72. يتحدث هذا المزمور عن تضرع للنبي داود، جاءت صياغته شبيهة بالأدعية والتوسل إلى الله عز وجل بأن يحقق بعثة شخصيتين عظيمتين سيكون لهما أثر كبير في نشر السلام وبسط العدالة وإنقاذ المظلومين والمستضعفين في العالم، جاء في هذا المزمور: اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك ليحكم بين الناس بالعدل ولعبادك المساكين بالحق. وجاء في نفس المزمور أيضا: جميع الملوك يسجدون له وتخدمه كل الأمم. وجاء فيه: يحيى طويلا ويدعى له ويصلى عليه في كل حين ويبارك كل يوم. فمن هو الملك صاحب الشريعة وابنه الذي سيقيم العدل على الأرض حسب تلك الشريعة؟ قالت اليهود بأن المقصود بالملك في هذا المزمور هو داود عليه السلام، إلا أن النبي داود عليه السلام لم يكن صاحب شريعة لكي يقول: اللهم أعطي شريعتك للملك، بل كان نفسه خاضعاً لشريعة موسى عليه السلام الذي جاء قبله بأكثر من 3 قرون، كما أنه لم يعرف في التاريخ أن الملوك والأمم والشعوب كانت وما تزال تخشاه وتخضع له وتخدمه على مر الأجيال. فهل جاء بعد زمن داود من يمتلك هذه المواصفات؟ يعتقد بنو إسرائيل بمجيء جماعة من الأنبياء بعد داود كسليمان وإشعياء ودانيال وصولا إلى زكريا وملاخي. وعند مراجعة سيرة هؤلاء الأنبياء وأعظمهم سليمان، نجد أنه لم يكن فيهم ملك بالمواصفات التي ذكرها داود. وحاول علماء النصارى تأويل ما جاء في هذا المزمور ليبرهنوا على أن شخصية الملك هو نفسه النبي عيسى بن مريم عليه السلام، لكنهم واجهوا الكثير من الإشكاليات لعدم تطابق أوصاف الملك مع أوصاف النبي عيسى وما جرى معه. فالنبي عيسى لم يرسل إلى الأمم كافة، وهو بنفسه أكد هذه الحقيقة عندما قال: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. وإذا كان النبي عيسى هو صاحب الشريعة، فمن يكون ابنه وهو لم يتزوج أصلا؟ وإذا كان هو ابن الملك صاحب الشريعة الذي يبسط سلطانه على ممالك الأرض، فمن هو أبوه؟ إن جميع ما جاء في هذا المزمور من بشارات لم تتحقق في أي عصر من العصور لأي شخصية إلا في الإسلام، فلم يأتي أي زعيم أو ملك أو شخصية تركع لها ملوك الأرض إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فهو صاحب الشريعة العالمية الخاتمة. فإذا كان الملك هو رسول الله، فمن هو ابنه؟ تشير جملة وعدلك لابن الملك إلى ابن صاحب الدين الخاتم الذي سيحكم بشريعة أبيه والذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه. كما جاء في التراث الإسلامي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جوره.